يعد قطاع العمل الجمركي أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أي دولة، ولا سيما العراق الذي يعد مركزا تجاريا هاما في المنطقة. تطوير العمل الجمركي في العراق يعد من الأولويات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد. ويرى مراقبون أن آليات تطوير العمل الجمركي في العراق تكمن في تحديث التشريعات والقوانين الجمركية، حيث يتطلب التطوير الجمركي وضع تشريعات وقوانين تنظم العمل الجمركي بشكل فعال وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد، فيما يتوجب تبني نظم وتقنيات حديثة في إجراءات التفتيش والتدقيق الجمركي لضمان تسهيل حركة البضائع وتقليل الانتهاكات. إلى ذلك يرى متخصصون ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين العراق ودول الجوار والدول الأخرى لضمان تبادل البضائع بشكل شرعي والحد من عمليات التهريب. ناهيك عن العمل على الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية للهيئات الجمركية وتدريب الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة العمليات الجمركية. وتأتي هذه الإصلاحات المقترحة لتعزيز قدرة الحكومة على جني الإيرادات اللازمة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الفرص الاقتصادية للمواطنين، كما أنها تلعب دورا هاما في تقليل الفساد الذي قد يحدث في عمليات التجارة الدولية. من خلال تحسين العمل الجمركي في العراق وبذلك يمكن تعزيز تجارة البلد وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لبرنامج دينار زيد المصطفى، العراقية الإخبارية.